أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في حلقة اليوم من برنامج فكرة البكرة وفي عالم تفسير الأحلام. علم تفسير الأحلام كما ليس كما يظن البعض أنه علما مكتسبا، لكنه موهبة وهبها الله في قلب من يشاء من عباده. ويعتمد علم تفسير الأحلام على الذكاء وسرعة البديهة وإمكانية وإتقان الرائي في النظر في كل من يريد أن يفسر حلمه. معايا النهاردة يعني الباحث بتأويل الرؤيا والأحلام الأستاذ محمود فكري. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ ضيفي مصطفى. العزيز، واللي هنتعرف منه النهاردة على مختلف المواضيع الشائقة على الساحة، ومن أو من ضمنها تعريف علم الصلاة في المنام. تفضل أستاذ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الصلاة في المنام من الأشياء المحمودة، ولكن بتختلف حسب الرأي وبتختلف حسب الرؤية، لأن أحيانا بيبقى فيه رؤية تبقى ليها معنى معين مختلف عن المعنى الأصلي للرؤية، يعني بيبقى ليها معنى محذر من شيء معين. يعني مثلا لو إنسان رأى في المنام إنه هو بيصلي عكس القبلة، فالصلاة عكس القبلة هي من الرؤى المحذرة، وتحذر الشخص من ان هو يرجع عن طريق خطأ هو بيسعى فيه، او ان هو تارك للصلاة تماما، تارك للصلاة تماما. اما اذا لو كان الشخص في المنام بيصلي اتجاه القبلة والصلاة المعروفة من الركوع والسجود، فبيدل على انه قائم على الصلاة، وبيدل على ان هو منتظم في طاعة الله سبحانه وتعالى. اما اذا تكلمنا عن صلاة الفجر في المنام فهي بتدل على الفرج والخير والسعادة، وتدل على بداية أمر خير، لأن لو بصينا على كلمة أو لفظ الفجر مشتقة أو شبيهة للفرج، الاختلاف أو حرف الراء في والجيم في اختلاف في حروف، ولكن في معناه أنها طبيعي تدل على الرزق، يعني بتدل على الفرج. ودايما لما الإنسان يرى أنه هو بيصلي الفجر في المنام بيدل على ان هو كان بيمر بعسر وبهم وبتعب، لان الفجر بياتي بعد الليل والليل ظلمه، تمام، والظلمه هم وتعب، ودايما الفجر بيجي بالاشراقه يعني بالنور. فطبعا لو الانسان راى ان هو انتهى من صلاه الفجر فبيدل على انه سينتهي من امر خير، انه بيسعى في امر والامر ده سيكتمل باذن الله تعالى. جميل. اما لو هو ذاهب الى صلاه الفجر بيدل على انه إن كان هو مقبل على أمر فيعلم إن الأمر ده خير بإذن الله. يعني كلها مؤشرات دل على معنى ممكن يكون كبير بالنسبة له. يعني الذهاب لصلاة الفجر بيدل إن هو بيسعى، لأن كان هو متردد في الأمر دوت، لأ، فيعلم إن الأمر ده إن شاء الله فيه خير لي بإذن الله. ويقبل عليه، يعني يقبل عليه ولا يدبر عنه. يعني يجبر عليه وان شاء الله وربنا يكرمه باذن الله. طب يعني نحب نعرف من حضرتك باقي الصلوات المكتوبه ايه المؤشرات؟ بالنسبه لصلاه الظهر بتدل على اتمام الامر، لان وتدل على النصر على الاعداء، لان اسم الظهر من الظهيره او الظهور. يعني مثلا بيقال مثلا ظهر فلان على عدوه، ظهر يعني انتصر، فصلاه الظهر في المنام بتدل على الانتصار والغلبه. وإن انتهى الإنسان أو الرائي في المنام من صلاة الظهر بيدل على أنه سيكتمل الأمر ليه إن شاء الله، أو سيقضي حاجة، ولكن الحاجة دي إن شاء الله فيها نصرة ليه وفيها يعني فتح إن شاء الله ليه كبير جدا. لأن صلاة الظهر في النهار، وصلاة النهار بتدل على الخير العظيم وتدل على البركة والسعة في الرزق. بداية النهار فدل على الرزق دايما. بالأخص من أفضل الصلوات هي صلاة الظهر. من أفضل الصلوات في المنام هي صلاة الظهر. أما صلاة العصر طبعا دي بحكم الخبرة والتجارب السنوات الطويلة، دايما صلاة العصر بتدل على العسر. صلاة العصر في المنام دايما بتدل على العسر، دايما الإنسان يرى أنه هو بيصلي العصر بيدل على أنه هو بيمر بأمر فيه عسر وفيه تعب. طيب لو انتهت صلاة العصر في المنام بيدل على أن دي بشارة بإنهاء المتاعب، بإنهاء التعب اللي هو بيمر بيه. طيب لو هو مقبل على صلاة العصر، إقباله على صلاة العصر إن كان ذاهب إلى المسجد أو إن هو في طريقه للمسجد فبيدل على إن هو سيحافظ على الصلاة. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة الوسطى قيل إن هي صلاة العصر، فالمحافظة عليها في المنام بتدل على إن الشخص محافظ على الصلوات الخمس. ولكن إن كان هو مجرد إن هو مقبل على صلاة العصر أو إن هو هيصليها بيدل على إن هو في أمر في عسر، ولكن هو مقبل عليه، يعني الأمر ده لسه هو إيه يعني لسه ما انتهاش، لا هو مجرد إن هو لسه إيه هيبدأ فيه داخل على الأمر اللي في عسر ده. تمام. ولكن من أفضل شيء في صلاة العصر إن الواحد يقضيها، يعني الواحد يكون صلاها. انقضاء صلاة العصر معنى ذلك إن ده خير وإن كان جاي له حاجة وده. لا لا، انقضاء صلاة العصر تدل على زوال مشكلة. زوال مشكلة. زوال أمر في عسر. في هم. أما بالنسبة لصلاة المغرب، دايما معروف صلاة المغرب أي رائي يقول إن أنا شفت إن أنا بصلي المغرب في المنام، بيعرف عند المفسر إن صلاة المغرب هنا مرتبطة بالحياة الزوجية. لو صلى صلاة المغرب بيدل على يعني إن كان مثلا في مشاكل بينهم زوجته، أو في مثلا عدم استقرار، أو في انفصال أو ما شابه ذلك، لو أتم صلاة المغرب في المنام فبيدل على التجمع، إن هما إن شاء الله الزوجين هيرجعوا إن شاء الله ويعيشوا حياة مستقرة. جميل. ولكن لو إن أتمت الصلاة المغرب من أفضل الأشياء. طب لو الصلاة ما أتمتش، يعني الواحد لو مثلا أو الشخص مثلا رأى إن هو بيصلي صلاة المغرب لسه هيبدأ في صلاة المغرب أو بيصليها، بيدل إن هو بيسعى لأمر صلاح في من أمور الحياة الزوجية. بيسعى في أمر صلاح. ده عكس صلاة العصر، إن هو لو بدأ في صلاة العصر يبقى ده لسه زوال الهم. الله ينور عليك. لو هو مقبل على صلاة العصر فده بيدل على انه هو لسه مقبل على امر في عسر وفي تعب. انما صلاة المغرب، صلاة المغرب لو هو داخل على صلاة المغرب علشان يصليها، معنى انه هو مقبل على امر في صلاح لحياته الزوجية. جميل. اما صلاة العشاء فطبعا صلاة العشاء من الاشياء اللي هي شبيهة صلاة العصر، ولكن فيها اختلاف بسيط. صلاة العشاء بتدل على الإنسان بيمر بقرب، لأن الليل في المنام من الأشياء الصعبة، يعني الإنسان لما يبرر إن هو في الليل غير النهار. النهار ده بيدل على السعادة والسرور والفرج والخير والكلام ده كله. طيب يعني ممكن ناخد تليفون مداخلات من أم أحمد من القاهرة. أهلا بك يا أم أحمد. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا أيوة مفسر الرؤى والأحلام أستاذ محمود فكري. ماشي. أيوة عم الشيخ. أنا يا حاجة اتفضلي. أنا شفت يعني الشيخ بيت أبويا، هما في الحقيقة حاطين توم فوق الحمام بتاعهم في البلد، يعني شفتي إيه؟ شفت يا أم أحمد؟ اللي هو التوم. لا يا أم أحمد، حاولي وضحي الصوت شوية. توم توم صور. لا التوم سومة التوم السوق سور. السوق سور. السوق سور. التوم يعني والتوم سور سور شايف السور في المنام. تمام. شفت في الحقيقة حطينا يعني الحمام، أنا شفت إن أنا طالعة فوق الحمام وعمالين ينزلوه، يعني هم حاطين كتير في الحقيقة فنزلوه عشان يبيعوه. أنا مش وأبويا حاطين، بيقول لك حاطين في طرف الحمام أو حاجة زي كده، حاجة في الحمام فوق الحمام فوق الحمام وهم طالعين يبيعوه. هو بس تمام فوق سطح الحمام يا حاجة، فوق الحيطة ولا فوق إيه؟ فوق صبة الحمام وفوق الصبة. فوق الصبة. تمام. بس كده هم في الحقيقة حاطينها برضو فوق الحمام. في الحقيقة انتوا حاطين في الحقيقة حاطين ايه فوق الحمام؟ في الحقيقة حاطينها فوق الحمام. طيب انتوا عندكم مشكلة يا حاجة في البناء؟ لا، عندكم مشكلة في بناء البيت او في الحمام او مثلا مشكلة في السباكة؟ لا، مفيش مشكلة في السباكة. طيب عندكم مشكلة في حياتكم؟ وابويا تعبان شويه، انا شفت ان احنا ننزل السوق عشان نبيعوه. تمام. طيب بعتوا الفطير ولا ما بعتوهوش؟ ايه؟ الفطير يتباع ولا ما اتباعش؟ لا، انا لسه عمالين ننزلوه الحمام عشان يتباع، بس لسه طيب. ما بعناهوش. طيب ماشي. اتكلم في الحلم. ماشي يا ام احمد. اتكلم في الحلم، فقلت ايه في الحلم؟ قلت هم عشان حاطين السوم وفوق الحمام والبوابه والناس كلها شايفاه. تمام، يعني الفطير كنتوا بتستعدوا ان انتوا تبيعوه في المنام. سوق ايه؟ ما هو الشيء؟ شيء معين يعني، لا انا ما اعرفش تعامل يعني. توم والبصل. توم 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 يا حاجه. توم وبصل. ايوه تمام. توم وبصل. تمام يا حاجه، تمام وضحت الرؤيه. تمام. عشان نبيعوه
طيب يعني وضحت الرؤية. بشكرك يا ام احمد والاستاذ محمود هيوضح لنا الرؤيه. طبعا يا طبعا بالنسبه لرؤيه الثوم او البصل ان هو فوق سطح الحمام او فوق الجدار بتاع الحمام فده بيدل على اوضاع سيئه او اوضاع غير مريحه، لان الثوم والبصل طبعا لما يكون متواجدين في مكان بالاخص لما يكون في حمام هو مش مكانه من الحمام يعني فبيصدر منهم اشياء يعني غير صالحه، فطبعا بالاخص ان هو فوق الحمام فان هم هيبيعوا الثوم ده او البصل ده فيدل على التخلص من المشكله او من الهم او من الوضع السيء اللي هم فيه حاليا، ان هم بيشاوروا مع بعض على اساس ان هم يتخلصوا من المتاعب ديت اللي هي الثوم والبصل اللي كان موجود في الحمام. فرؤية خير يا ام احمد ان شاء الله. خير ان شاء الله. زوال تعب وزوال مشاكل يا ام احمد ان شاء الله. طب احنا كده انتهينا من الصلاه في المنام، الصلاه المكتوبه في المنام، عاوزين ننتقل الى ايه يعني الوضوء. لما ايه اللي يرمز اليه الوضوء في المنام؟ تمام. الوضوء في المنام من الاشياء الجميله برضه، فبيدل على ان الانسان لو راى ان هو بيتوضا من ماء طاهر يعني من الماء الطبيعي اللي احنا نتوضا منها إذا أتم الوضوء في المنام بيدل أنه سينتهي من الأمر اللي هو بيسعى فيه، ولكن انتهاء الوضوء هنا يشترط أنه هو لازم يكون متذكر تماما أنه هو انتهى أو انقضى من غسل القدم اليسرى، لأن آخر شيء في الوضوء هو غسل القدم اليسرى. فإن كان متذكر أنه هو انتهى من غسل القدم اليسرى بيدل أنه هو الأمر اللي هو بيسعى فيه، وان شاء الله يكون امر خير باذن الله، الامر ده سيتم على خير باذن الله وسينقضي منه باذن الله. اما ان كان الوضوء بماء غير صالح فبيدل على ان الامر اللي هو بيسعى فيه امر لن يكتمل او هو مش خاص بيه. طب ناخد المداخله دي من نجلاء القاهره. اهلا بك يا نجلاء. استاذه نجلاء اهلا بك. اهلا بحضرتك. معانا النهارده الاستاذ محمود فكري مفسر الرؤى والاحلام، تحب توجهي له سؤال؟ اتفضلي. انا حلمت حلم كده يعني حاجه مطيراني فوق كده في السماء ونزلني في بحر غويط وطيرني تاني ونزلني، وساعات كده بحس ان انا بنزل تحت الارض. بس كده يعني في سؤال تحب توجهه له؟ انت مخطوبه يا اسماء ايه؟ نجلاء. استاذه نجلاء مخطوبه يا استاذه نجلاء؟ نعم. مخطوبه؟ لا انا متزوجه. طيب حياتك فيها عدم استقرار؟ يعني يوم حلو ويوم وحش؟ نعم؟ لا مفيش استقرار خالص بيني وبين جوزي خالص. مفيش، ولذلك يا نجلاء بتشوف انك انت بتطيري وبتنزلي تحت الارض، يعني اوضاعك غير مستقره. اوضاعك وانا نايمه كمان بتحصل لي مواقف ثانيه، يعني مواقف خير ان شاء الله. مع انسان مع حد جنبي كده. خير ان شاء الله. تمام وصلت كده. ايه بتقول في حاجه ثانيه؟ مش في تعامل يعني مع تعامل تاني مع القرايب والزملاء بره الاحلام يعني. تمام. تمام. هي رؤيه زي ما قلت لك كده ان هي بتدل على عدم الاستقرار في حياتها الزوجيه، لان رؤيه البحر هي الحياه. طبعا سالتها ان كانت متزوجه او مش متزوجه او مش مطلوبه. متزوجه بس متزوجة. في مشاكل. ان كانت مش متزوجه فمعناه ان بالفعل ان في مشاكل عندها في موضوع الخطوبه او في علاقه ما بينها مثلا شخص ولكن العلاقه دي متعثره. بس هي بتقول متزوجه بس في مشاكل. هي برضو. متزوجه. ما هو البحر هنا علامه يعني بيدل على الزواج او البحر أو البحر بيدل على الزوج او الامور الزوجيه. تمام. فمعنى ان هي رأيت البحر فبيدل ان الرؤيه خاصه بالحياه الزوجيه، فان هي بتطير او بتنزل في الارض فمعناه ان هي حياتها غير مستقره. حياتها غير مستقره. طب يعني في يعني بعض الامل نعطي لها؟ والله هي رؤية يعني هي رؤية انتهت على كده، الرؤية مش بتوضح ان هي امورها تستقر، هي رؤية بس مجرد ان هي يعني بتتكلم او ان هي بتوصف شيء معين يعني في حياتها. وحضرتك بتقوم على تفسيره. طيب ناخد الاستاذ هادم الشرقية. اهلا بيك. مرحبا يا فندم. اهلا بيك يا استاذ. اتفضل. معانا الاستاذ محمود فكري مفسر الرؤى والاحلام، تحب توجه لحضرته سؤال؟ لا للاسف هو مش حلم، هو حاجه شفتها بعيني. اتفضل. دلوقتي يا مولانا شفت كم واحده كم مره كده في التراب بتحط حاجات في التراب، وما سالت وعرفت ان هي بتعمل والعياذ بالله اعمى. تمام معاك. طب واخد بال سيادتك، ولقيتها مره بتحط في الشجر ولما قطعنا الشجر ورميناه على المنصرف وكده
بدأت دلوقتي تخش التراب في شجر تاني، وتحط تفحر في الأرض وتحط فيها في الأرض بتاعة القبور. ولما حست إنني شايفها وكده يعني بدأت كده، بدأت أتعب. أنا بدأت أتعب، بعد هي ما بتكلمني شفتها. حسيت إنها بتعمل لي حاجة، طيب، أنا حسيت طب في حاجة يعني مشاكل قابلتك بعد الموقف ده؟ في مشاكل قابلتني. أنا ظهري تعبني كده بقى، دخلت على سنة وقاعد من الشغل بقالي سنة، واخد بال بعد حضرتك. الموقف مباشرة. ومن كام أسبوع كده لما شفتها، النهاردة قايم تعبان خالص، وفي خدل في رجليا اليمين بالركبة ربنا يشفيك، بجنب من تحت اليمين ربنا من يشفيك تحت. ويعافيك. طيب كده الأستاذ هادي، الأستاذ محمود هيفصل لنا طيب الرؤية دي إن ايه شاء الله، هي؟ مش رؤية، هي هو بيستفسر عن امر الحقيقة اللي معين. شافها. طيب هو اولا بالنسبة لموضوع السحر او اعراضه، فطبعا هو اللي هو بيتكلم فيه، انا ما ماليش في السحر قوي يعني، ولكن الاعراض اللي هو بيتكلم فيها بتوضح ان هو ممكن يكون اتعرض لاذى بسبب المرأة ديت يعني. فانا نصيحتي ليه ان هو بس عليه بسورة البقرة يوميا لمدة معينة، إن استطعت إنك أنت تستمر عليها طوال حياتك استمر عليها، إن شاء الله ربنا هينجيك منها بيها من كل شر بإذن الله. طب بالنسبة للنقطة دي بقى، يعني احنا بنشوف كتير من الدجالين ومش عاوزين يقول تعالى هقول لك، قول الرؤية اللي عندك وانا اكسرها لك بغرض المكاسب المادية، لا بس العلم. ناخدوها بعد المداخلة دي. ماشي اتفضل. أستاذة أسماء من أسيوط، أهلا بيك. وعليكم السلام. عليكم وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. معلش أنا عندي رؤيتين، جوزي يعني ورا بعضيهم على طول اليومين اللي فاتوا. خير ان شاء الله. اول رؤى حلم ان هو واخوه راكبين الموتوسيكل ودخلوا في عمود. تمام معاك، اتفضلي اتفضلي. تاني رؤى حلم ان هو واخوه ومرات اخوه كانوا في مكان كده زي تراب، وهما وقاعدين لقوا جنازة دخلت من هنا وواحدة تانية دخلت من هنا. تمام. لقيت ايه؟ جنازة؟ رأيت يعني جنازة واحدة داخلة كده واحدة كده. حالتين وفاء يعني، واحدة دخلت يمين وواحدة دخلت شمال وهم قاعدين. طيب في أمر هو زوجك يعني ماشي فيه مع أخوه؟ في هما مشتركين في شيء معين؟ في مشتركين أمر في ايه؟ في ماشيين مع التجارة ولا بعض. مشتركين في ايه؟ نعم؟ ايه الأمر اللي هما مشتركين فيه؟ يعني ايه الأمر اللي هما بيسعوا فيه أو بيشتركين فيه؟ هو موضوع رافعين قضية، بدون ما حد يعرف يعني في مشكلة بيننا وبين جيراننا ورافعين قضية بدون ما حد يعرف يعني. طيب بص يا اسماء، أستاذة أسماء، بص يا أستاذة أسماء، بالنسبة لركوب الموتوسيكل في المنام فهو مخاطرة، يعني ركوب الموتوسيكل من الأشياء الغير حسنة في المنام، فطبعا هي رؤية محذرة للزوج ولأخوه إن هم يعني يدرسوا الأمر كويس جدا، لأن واضح إن هم ممكن يصيبهم من الأمر ده مشاكل أو هموم فيما بعد، إن هم يعني إيه يفضل إن هم عدم الإقبال على هذا الأمر، لأن هم اتصدموا في المنام أو الموتوسيكل اتصدم فيهم بيهم في عمود أو ما شابه ذلك. فهي بشرى غير حسنه يعني. طيب يعني بشكرك شكرا جزيلا. بالنسبه للرؤيه الثانيه، الجنازتين، الجنازه في المنام تدل على امر حسن، يعني بتدل على مناسبه سعيده. الجنازه في المنام تدل على شيء حسن او مناسبه سعيده للرؤيه. طب ان شاء ان الله شاء الله ان شاء الله. طب احنا عاوزين بقى نختم حلقتنا باسباب او الحاجه اللي تخلينا نشوف الرؤيه الصالحه في المنام. بالنسبه للرؤيه الصالحه في المنام، الانسان لو عايز ان هو يحافظ زي ما انا، اولا بالنسبه للاعمال الصالحه، تلاوه القران قبل النوم. النوم على طهاره، ان هو يكون نايم ومتوضا وقارئ مثلا جزء من القران او مثلا يعني صفحات معدوده دينية. مثلا او ان هو ينام على ذكر، انه يذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن في الاصل كل ده ان الانسان طول ما هو على طاعه دايما هيلاقي رؤيه صالحه ورؤيه مبشره ليه ان شاء الله ان شاء الله. طيب يعني عاوزين برضو نعرف الفرق بين صلاته في المسجد وفي اي مكان اخر. الصلاه في المسجد من افضل الصلوات في المنام. الصلاه في المسجد ان كان الانسان بيرى ان هو بيصلي في المسجد بيدل على ان هو طبعا احنا اتكلمنا على الصلوات ان هي قضاء امر. فالصلاه في المسجد هو الامر ذاته. الصلاه في المسجد هو الامر ذاته.
فإن انقضى الأمر فبيدل أنه سينقضي من أمره بإذن الله، سينقضي من الشيء اللي هو بيسعى فيه. أما الصلاة اللي إن كان في حمام فهو فاحشة أو ذنوب أو هم أو مرض أو مشابه، أو إن هو الإنسان بيعاني من سحر أو مس، والله أعلى وأعلم. الله أعلى. يعني بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود فكري، مفسر الرؤى والأحلام، على تلك المعلومات الرائعة. ونتمنى الاستفادة للجميع إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. بكده انتهت الفقرة حلقة اليوم من برنامج فكرة بكرة. استنونا في حلقات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.